مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. صباح جديد يجمعنا، واحد من صباحات الشروق التي نتمناها دائما خير وسعادة وأمل، وأسبوع جديد وموفق للجميع. والناس في وطني شوق يهددهم كما يهز نسيم قامة القصب، الجار يعشق للجيران من سبب وقد يحبهم جدا بلا سبب. الناس أروع ما فيهم بساطتهم، لكن معدنهم أغلى من الذهب. تحايا الصباح لكل الناس في وطني، لكل المهتمين بهذه الثقافات والموروث الثقافي، وهو حديثنا في صباح الشروق لليوم. دائما من خلال صباح السبت نفتح النوافذ على الموروث الثقافي السوداني والحضارات الممتدة، ونتحدث أيضا عن الأسرة السودانية. فسعداء اليوم صباحا أن يرافقنا هذا المشوار الصباحي علي عبد الرحمن محمد حسين، هو واحد من المهتمين بالموروث الثقافي وبالتراث السوداني. مرحبا بك وصباح الخير. أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية يعني أشكركم جزيل الشكر، أشكر قناة الشروق على استضافتهم لنا لنبين له لكل المشاهدين تراث الولاية الشمالية الذي يعني تراثا قديما، ففي أجيال حديثة لم تكن تعلم بهذا التراث، الموروث الموجود في حاجات مختلفة. التراث ونحن سعيدين، الحمد لله موروث يعني لسه موجود يعني. صح، ونحن سعيدين انه يعني صباحا نتحدث عن الإرث الثقافي، ونتحدث عن مجموعة من الأشياء اللي هي قادمة من هذا الموروث الثقافي للولاية الشمالية. بنحيي عبرك كل أهلنا في الولاية الشمالية. الله يحييك. وخلينا بداية، الإنسان عشان ما يكون هو مهتم بالموروث وبالتراث بيكون هو في تكوين كده من البدايات، نعم، في انه هو مرتبط بالارض ومرتبط بالتراث. فبدايه كده اللي خلاك تهتم بالتراث شنو؟ والله انا يعني من دونقلة، من منطقه الدوم شرق النيل. من حي اهلنا في دونقلة صباح. الله يحييكي. ف يعني تربينا هناك وترعرعنا هناك ودرسنا هناك، ولقينا يعني الناس قائمين على عهد كان صعب شديد جدا، لا توجد كهرباء، وحتى لم يكن هنالك صهاريج مياه، فكانت كل كذا من البيوت يكون حافرين أرض، حافرين بير بيسحبوا منها المياه. ف بي 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 ما في ثلاجات زمان، كان بيخزنوا أشياءهم في الحاجات اللي بيعملوها، أحيانا بيعملوها هم بنفسهم. فنحن حسي عندنا أمثال لهذا، فجل الارتباط بالتاريخ ده، وجل الارتباط بالموروث ده من طبيعة الأشياء المستخدمة في المنطقة. في المنطقة جزبك. نعم. ففي ده يعني كان بابور، ده من النحاس، ده البابور بيشتغل بالهواء وبالغاز، فده كان بيطبخوا له. ممكن نرفعه عشان يكونوا معاك في الكاميرا يشوفوه. نعم. تفضل. نعم. ايوه ارفعه عشان هم، عشان وائل معاك في الكاميرا يشوف. ايوه فده كان بيستعملوه في الطبيخ، من معمول من النحاس، فكان بيعبى بالغاز فبينفق عشان يكون في هواء، والهواء بيرفع الجاز ده، ما كان في نظام شريط ولا شيء. فده كان بيطبخوا بيه. شعلة يعني بيشتغل. ايوه شعلة. دي واحدة من الموروثات. دي واحدة من الأشياء اللي نادرة جدا كانت موجودة في في المنطقة هناك. أقرب للي بيعرفوه بالرتينة الرتينة. ده الرتينة مال الإضاءة. اها. الرتينة. ايوه لكن الطريقة الآلية ذاتها بتحتاج. برضه قريبة ليها. أيوة. ايوه. قريبة ليها. طيب الهواء بتاع قريبة. الثاني شنو؟ الثاني عندنا ديك مثلا، ده بيقولوا له لمبة بنية. لمبة بنية بيسموها هناك لمبة بنية. ايوه هي اللمبة، فدي فيها شريط بتعبى بالجاز، وطبعا الشريط بيتبلى بالعراق، بيجي يولعوها بالكبريت، وده كان الحاجة اللي عندهم زمان.
ما كان الوقت ده ما كان في رتيلة، بس فقط هو ما كان في كهرباء، فقط هي دي والفانوس كان بيستعملها داخل البيوت. فعندنا الشيء الثاني، الشيء العجيب جدا على نفسنا، دي يمكن موجودة في كل ولايات السودان، دي المحفظة النسائية بيسموها الزاوية. صح صح، ودي كان حقت والدتنا رحمة الله عليها. صح، فدي عندها يعني يرحمها. الله يرحمها، فيها رمزية كبيرة دائما للحبوبات، هي موجودة. أيوة. دائما ايوه، فدي كانت بيحطوا فيها قروشهم بيشيلوها وبيمشوها، كانت طبعا بيحفظوها داخل الـ. صح. قبل ما نواصل في باقي الاشياء الموجوده معانا، نعم، خلينا برضه نتكلم عن يعني المنطقه. اذا تكلمنا عن دونغولا او الامتداد للولايه الشماليه، نعم، هي غير الموروث ده في اشياء مختلفه، امتداد للحضاره الموجوده من زمن طويل من غيرها، هي اللي بتخلي من انسان المنطقه مهتم كمان بالتاريخ. والله خلينا برضه نتكلم في الجانب ده. يمكن هي الشماليه منبع الحضاره، فيها كثير جدا من الاهرامات، فيها كثير جدا من الكنائس زمان حقت اللي هي معابد لكن اتطورت يعني أيوة في أيوة في عهود مختلفة وغيرها. في لسه بعض منها زي ما هي مدفونة وراقد، لسه ما استخرجوها، موجودة. يعني يقال انه فيها الذهب وفيها الالماس وفيها الاشياء اللي كان بيستعملوها زمان القدماء يعني. صح، فدي لسه موجودة. لكن برضو يعني الموروث ده موجود والحضارات دي موجودة، لكن الناظر لها بيشوف إنها قدر شنو مكشوفة الداخل والطالع، حتى مجرد الأسوار للحاجات دي ما موجودة. وكثير دي حاجة مهم نقولها صباحا يعني. وصراحة في كثير جدا ما مهتمين بها. لكن حسي غريبا يعني لقينا إنه بيهتموا المعالم الحضارية، المعالم الحضارية كالإهرامات كذا كذا، بيهتموا بها غريبا يعني. حتى بيجوا يجوا بحثات مختلفة. ايوه صح. ايوه، بيجوا يجوا باحثين من خارج السودان يبحث عن التراث والموروث السوداني الموجود. ده لانه مؤخرا يعني الناس بتتكلم عن السودان انه بداية للحضارات وبداية للجيل البشري الانساني وغيرها. نعم. يعني الناس بقت مهتمة بالاشياء دي. نعم. وهي نعم. مهم انه يعني حتى الاجيال القادمه تعرف حضارتها وتعرف موروثها الثقافي. نعم. خلينا نواصل. نعم. والله نحن يعني نواصل في الاشياء الموجوده. أيوة. عندنا هنا. ايوه. فهذا طبعا صحان الزمان اللي كان بيستعملوها، هسه حاليا ما في. دي نحاس. سبحان الله. فدي عندها برضه تاريخ قديم جدا يعني. هي مكتوب 1286. 1286 عباس حمزه نحن. أيوة. للمشكيه. 1286. ايوه ايوه. فعندنا برضو دي من الاحجار الكريمه. بس شوف نرفعها بس لان عشان الكاميرا. الحجر دي ايوه، شوف هي عباره عن انسان. دي حاجه نحت طبيعي يعني. طيب الناظر للاحجار دي ممكن يقول انه هو الشكل ده من الاحجار بيلاقينا يوميا وبنشوف في الشوارع وفي الطرقات وغيرها، فميزه دي شنو؟ والله دي ميزتها هي طبعا يعني الناس كلها ما بيعرفوها، لكن لما تيجي تشيلها تتمعن فيها يعني تشوف يعني سبحان الله وضع فيها في الحجر يعني كشكل الانسان. فدي يعني لا الكاميرا عشان ايوه. فدي برضو عباره عن شكل الكليه. شكل الكليه، مقطع الكليه من الداخل كمان يعني نفس المقطع. كلها نفس المقطع. صحيح. مفصل هذا الكليه. ف هنا برضو حجاره، دي برضو عباره عن شكل الورده يعني. عباره عن ورده. هي دي موجوده يعني من زمن طويل ولا هي انتم التقطوها حديثا؟ والله هي من زمان ما موجوده. مش ما موجوده، هي موجوده لكن الناس ما كانوا عارفينها هي وين. اها، من وين هي هسه يعني المنطقه بالضبط اللي انتم بتجيبوها منها؟ والله دي من منطقه دونغولا ذاتها. دونغولا شرق النيل. ففي مناطق اللي فيها الخرسانه اللي فيها حصل فيها الحياه دي كلها موجوده فيها. لكن الناس ما بيتفقوا على الحاجات دي.
هنا عندنا ده حق حبوباتنا كان بيتكحلوا بيه مروات مروات كان بيتكحلوا بيه يعني شوف حجمه قد ايش سبحان الله حس الحياه دي كلها يعني ما في كانت حاجه صغيره كده لكن ما كبير كبير يعني الحجم اللي الناس بتشوفه كبير ايوه فالشيء الثاني يعني بالنسبه لده ده برضو كان بيخزن فيه الدهن يعني بيرقد فيه لزمن طويل جدا الدهن للاستخدام مثلا الاكل وكده ولا السمنه 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 بالذات السمنه كان بيختفي ده طبعا هناك يعني زمان ما شاء الله السمن راقد واللبن راقد زمان بيجيبوا السمنه كان بيدخلوها جوا ده ما الناس كانوا مهتمين بالزراعه والثروه الحيوانيه أيوة. وغيرها لكن مؤخرا بقت يعني الاهتمام ما بقى نفس الاشياء أيوة. ما أيوة. نفس الارتباط بالزراعه صحيح. وغيرها صحيح. ودي يعني برضه مهم رساله صباحيه يعني نقول مهم انه فدي عندنا هنا القروش القديمه المليم 5 مليم 10 مليم القرش القرشين ده اللي انت جامعهم عندك اصلا هاي ده جامع منهم كميه كبيره وغني مليانه الثانيه ايوه وغني مليانه فا هي برضه وغني مليانه يعني احنا اذا تكلمنا عن تاريخ يعني انت جمعك للمليم والخمسه مليم وغيره دي سنه كم كده؟ والله ده ما طول كثير يعني يمكن تقريبا من قبل 5 سنه تقريبا لا كان التعامل انا قصدي التعامل بها زمن يعني زمن اكيد بانها كانت موجوده كان في تعامل بها كان في تعامل بها لغايه في بدايه السبعينات كان في تعامل بها ده يعني نحن بنشوف انه عملتنا معناها هي يعني دهورت بشكل كبير بما انه هو قبل من بدايه السبعينات كان المليم ايوه كان المليم ايوه فالقرش والقرشين بعد بدايه السبعينات كانت موجوده فتدريجيا هي حصل كده بقت ما لها قيمه يعني رغم انه عندها قيمه كبيره جدا يعني. ف ده الابريق بتاع الفخار. ابريق شنو؟ ابريق الفخار. فخار. ايوه. ده كان بيستعملوه زمان يعني. فحس حاليا ما في حد قاعد يعمل الفخار ذاته كان مختلف يعني الفخار أيوة. حاليا حتى تصنيعه بيكون مختلف ما مختلف وصناعة الفخار ذات ارتبطت يعني حتى بناس معينين وارتبطت في المنطقة يعني ثقافات مختلفة لناس موجودين في المنطقة معروف صح. عنهم يعني يعني هذه الثقافة وصناعة الفخار وغيرها نعم. وده بيقودنا مباشرة لأنه قدر شنو حتى المهن في المنطقة كانت مرتبطة بالتراث ومرتبطة بالموروث صحيح صحيح حتى يعني لغاية قريب كان ناس بيعملوا زي ما يقولوا القربة يشتغلوا في الجلود الدباغ للجلد الدباغ. صح الدباغ بيشتغلوها مثلا في البيوت حاجه محليه يعني داخل البيوت بيعملوا مثلا القرب اللي بيعملوا فيها المويه وحاجه اسمها الشلوان برضه بتاع مويه وفي حاجه اسمها السعن ده اللي بيخشوا بيه اللبن كان طلعوا بيه السمنه دي كان موجود لكن هسه حاليا وكلها بتتصنع في البيوت يعني كلها بتصنع صناعه محليه هناك وحتى الناس اللي بيعملوها يعني بقى قليل جدا يعني يمكن الناس اللي بيعملوا القربة الحياة دي بيبقوا بسيطين جدا يعني صح يمكن واحد أو لأنه الاهتمام بالأشياء ذاتها بقى بسيط يعني بقت بسيطة حاليا شديد. ما في زول يعني بيهتم بالقربة أو بالسعين أو غيره عشان هو ما ينتج منها السمن أو حتى يحفظ المويه يعني ما بيهتموا بها كثير يعني. صح فدي قزاز دي كان قضية بتاع الدريب زمان الدريب أحس اللي حاليا ده ما كان موجود كان بيجيبوا الدريب في القزاز زي ده يعني حتى لكن يعني الشكل ده من القزاز لسه موجود ها وعليه المقاييس وكده لا حسي لكن ما بس شكلها مختلف يعني ايوه ايوه فلا ده يعني في قليل جدا من الاماكن تلقاه موجود ايوه او للتغييس في المعامل وغيرها اكثر يعني ايوه في المعامل اكثر ايوه فعندنا ده يعني فيه كان بيعملوا فيه الودك ده برضه نوع من الدهن ده بيطلع الدهن ده بيطلع من الحيوانات يعني حس فيه ودك وحاطين عليه الحب ده القرنفل يعني ده يمكن اكثر من 70 سنه
موجود ومحتفظ بخامته ومحتفظ ب السر شنو في انه هو يعني يقدر نحتفظ به لزمن طويل كده رغم انه يعني الاشياء دائما تجي من الحيوانات وغيرها بنقول انها هي البكتيريا بتشتغل على او بتتعفن سريع يعني ليه بيكون قاعد زمن طويل لانه فيه ادويه موجوده فيه القرنفل والاشياء دي القرنفل يعني هو هو ما بيخليه يكون يطلع يعني يعني حتى بيستعملوه كان في العلاجات طبعا وحاليا أيوه. شغالين عليه ابحاث مختلفه للمعالجات ولسه شفته يمكن 70 سنه موجود لسه في صح فيه موجود يعني بنفس قامته بنفس ف الاحجار الثانيه دي هي ذات الاحجار لكن اكبر تقريبا احجار لكن بحجم اكبر يعني دي حجر يا قرون طبيعي طبيعيا اها دي حاجه طبيعيه يعني صح والناظر لها ممكن يقول انها هي حاجه مصنعه ايوه لكن حاجه طبيعيه دي هنا في برضه الحجار دي برضه فيها يعني نحت طبيعي يعني هو طبعا دائما اللي بيشوف الاحجار بالذات ما كل الناس بينظروا لها بنفس العين أيوة. يعني كثير من الناس بيعتبروها حاجه طبيعيه لكن هي بتبقى في المشاهده دي في انه الانسان كيف بينظر للاشياء صح. يعني بيقال انه اذا انت بتشوف ما يشوف اللي بيشوفوه الناس وبيطلع عليه النور فانت ما بتشوفه يعني شوف للاشياء يمكن يكون مختلف لانه الانسان بيقدر بيلتقط الاشياء وشكلها نعم. بطريقه مختلفه دي نعم. دي الفكره لانه في الناس ممكن يشوفوها يعني دي حصى او حجاره أيوة طبيعيه ايوه يعني. ما بيعرفوها يعني صح بعدين شوف ال دي حاجه طبيعيه صح ايوه اهتمام الناس في المنطقة بالتراث يعني حاليا في الحاضر كيف اهتمامهم الأجيال الجديدة وارتباطهم بالموروث ده وبالحضارة وغيرها الموجودة في المنطقة أو الحضارة والثقافة السودانية عموما والله يعني في الناس المهتمين بالحاجة دي حتى في بعض منهم بيوثقوا لأجيال سابقة لناس رحلوا عندهم صور بيوثقوا لهم فبيهتموا بالثقافات وبالتراث برضو يعني عندنا في ناس برضو بيجمعوها يحطوها عندهم في بيوتهم انا حاسة عندي عامله المتحف في البيت اللي هو متحف الدوم هم منطقتنا في الاشياء دي كلها هسه من متحفك في البيت ايوه فعندنا طبعا الموجود القداحه ده يعني عباره عن صحن بتاع خشب كان بيكلفوه زمان في حاجة برضو عندكم في الصورة هنا موجودة دي كان بيحط فيها اللبن يروي فيها اللبن اللبن بيكون كثير هي عبارة عن شنو؟ برضو نظام معمول من الفخار برضو نفس الشيء هو من عندنا حاجة اسمها طبعا عندنا الرتينة والفانوس وعندنا أشكال مختلفة لأشياء جاية من التراث أيوة. لكن يعني هو السؤال بيبقى شنو في نعم. إنه الأجيال الحديثة يعني هسا أنت عندك الأشياء دي موجودة كمتحف في المنزل نعم ده باهتمامك أنت بشكل خاص بالتراث الأجيال الجديدة في ناس لسه بيجوا عشان ما يشوفوا الأشياء دي مرتبطين بها يعني من الأجيال الجديدة والله هو ما بيكون يمكن عارفها لكن لما يجي يشوفها يعني كيف لها جدا جدا بيجوا المتحف يعني بيجوا ايوه بيجوا حتى بيسالوا شنو ده من شنو ده معمول كيف وده معمول من ايه وده من وين وده كده ففي ناس كثير جدا الاجيال هذه ما عارف الحاجه صح الا الناس القدام هم اللي بيعرفوها الناس الكبار صح ويمكن احنا يعني الجيل الجديد في كثير من الاشياء بيتكلم عن انه هم التكنولوجيا والحضاره وغيرها وكثير من الناس بيفتكروا انه هو الحاضر يعني المنبت ده هو نوع من التقدم نعم. فمهم كمان نقول للناس في انه اهميه الارتباط يعني انت ده ما بيمنع من انك انت تكون متطور ما بيمنع من انك انت تكون مواكب وغيره لكن لازم الانسان يرتبط باصله وبتاريخه وغيره نعم. ودي الامم المتحضره هي بتعمل كده نعم
للمحافظة على التراث أو الثقافات، يعني عندنا في ناس حاسة بيدرسوا اللهجات أو اللغات، إذا كان اللهجة المحاسية أو الحلفوية أو الرطان اللي هي اللغة النوبية، اللغة النوبية بصفة عامة بيدرسوها، لأنه في ناس أجيال قامت في من الناس اللي كان برطنوا زمان ما بيعرفوا كلمة رطان، كلها عربي، وفي من الناس الكتاب الكبار الموجودين ما يعرفوا كلمة واحدة عربي، كله شغل بالرطان حقتهم. ومهم إنه يدرسوا اللغة، أيوة، يعرفوا اللغة النوبية. نعم، فاللغة النوبية فتحت الشمالية مربوطة برضو ارتباط وثيق باللغة بتاعت جبال النوبة. حتى في ناس في جبال النوبة بيتكلموا نفس اللغة حقت الضناجلة والمحس. وهي يعني الحضارة دي ممتدة للسودان الحضارة كله. ايوه الحضارة طبعا من الشمال جات لل ايوه والحضارة الكوشية قلنا ممتدة، واللغة النوبية لأنها حاملة للثقافات. نعم، مهم إنه الأجيال الجديدة كمان يعني تبحث في اللغة النوبية دي. نعم، دي شيء مهم. صحيح. في مخطوطات وغيرها في المنطقة من في مخطوطات باللغة النوبية. ايوه في مخطوطات، وفي بيدرسوا اللغة النوبية. نعم بيدرسوا هسه حاليا التراث النوبي بيدرسوا فيه، في ناس مهتمين بالحاجة دي في المنطقة، في ناس بيدرسوا اللغة النوبية. ايوه بس بيدرسوها يعني زيها زي اي مواد في المدارس. جميل، نواصل باقي. نعم، الاشياء الموجوده. نعم، فعندنا ده من الشعب المرادانيه. اكيد تشوف الشكل. الشعب المرجانيه وين؟ دي من البحر الاحمر. من البحر الاحمر. ففيها اشياء غريبه جدا يعني. شكل مش الانسان يعني. صح، ده بنفس الطريقه اللي بنتكلم عنها هنا، هي بتبقى زاويه الشوف انه كيف الانسان بينظر للاشياء يعني. صح، نعم. دي برضو واحده من الشعب المرجانيه برضو مختلفه، دي برضو نفس الشيء. جميل، يمكن منتشره في المنازل وكده كاشكال للزينه، منها ملونه وكده، ممكن الناس بيكونوا بيشوفوها بالوان فما أيوة. شايفينها طبيعيا. ايوه في والله في اشياء بتجي ملونه. انا برضو مره لقيت يعني واحده من الشعوب المرجانيه يعني فيها تلوين عجيب جدا، ملونه. صحيح، ايوه التلوين طبيعي يعني. ايوه وهي دي ذاتها بيلونوها، في كثير أيوة. من الناس بيستخدموها كزينه. أيوة. يعني ده كله الشعب المرجاني والبحر يعني. اللافت اكثر يمكن الميزان الموجود ده. نعم، الميزان هو الميزان ده شنو؟ لانه هو ما كفتين يعني، واضح انه في كفه وفي جانب ثاني مسطح. الميزان ممكن ترفعه للكاميرا ونتكلم عنه. ايوه نعم، تفضل. فالميزان ده كان بيستعمل في زمان او قديما في البوسطه، كانوا بيوزنوا به الرسائل. أيوه. الرسائل لانه كانت بتحرك بالوزن اكثر. نعم. انت عندك رساله دار ترسليها بيوزنوها لك، يشوف قيمتها كم بدفعوك. ده كان قبل الحقيقه دي معلومه جديده يعني. نعم. أيوه. انه الرسائل انها هي كانت بتوزن. ايوه بتوزن، ف يعني ما كان بيحطوا لها، بعد ما يوزنوها بشوف قيمتها كم، بيحطوا لها طابع معين كده. طابع. طيب اذا كانت دي الحته اللي بيحطوا فيها الرسائل. نعم. وده الجانب الثاني ده كان في حاجه زي الجرام زي هناك كان بيحطوها. ايوه بس ما جبناها معنا. جميل. ودي كان بيحطوا فيها الموازين، الجرام والوقي والحاجات دي. زي ما ذكرنا الثقافة السودانية دي يمكن هي مرتبطة بالسودان كله. نعم. يعني الأشياء الموجودة في الولاية الشمالية فيها بعض الخصوصية، لكن أقرب لها موجودة في ولايات تانية وكذا. فبرضو خلينا نتكلم عن الأشياء الخصوصية الموجودة أو خصوصية التراث اللي عندكم. نعم. يعني الأشياء اللي ممكن تكون مرتبطة بكم أنتم بس في الولاية الشمالية. والله هي يمكن مع بعض الولايات يكون هي الهدف واحد، لكن المسميات بتختلف طبعا، وحتى صناعاتها بتختلف. ففي الغرب، نحن عندنا في الشمال عندنا القدح.
القدح بيجي زي نظام الصحن النحاسه، لكن حجمه كبير، معمول من خشب، من حوض من خشب. طبعا ايوه، فده كان بيستعملوه. ففي الغرب بيجي بنظام بشكل اسمه شنو دي؟ حاجه دورانيه كده بيعملوها البخصه. ايوه زي البخصه. ونحن عندنا البخصه ذاتها عندنا في الشماليه ما بياكلوا فيها، لكن بيقطوا فيها اللبن. صح، اللي هي من الفخار اكثر. من الفخار. هناك البخصه بيعملوها من القرع في الغرب. ايوه في القرع بيعملوها. ايوه. صح. في بعض منهم القرع، في بعض منهم بيعملوها من النساجة يعني. من الطين وبيجي يسجوها بسعب باشياء من الحاجات دي. طيب نحن اذا يعني شاهدنا كل الاشياء دي واهتمامك الكبير بالتراث وانه هو متحف للتراث موجود عندك في نعم. المنطقه وفي البيت كمان نعم. فخلينا يعني نرسل رساله مباشره لكل اللي بيشاهدونا من الجيل الجديد في اهتمامهم بالتراث، نختم بها المساحه دي. اوكي، قبل ما اخش في دي شوف دي الكوارث زي ديل زمان كان بيعملوا فيهم في رمضان خاصة، تلقى واحدة مكتوب عليها رمضان كريم. طبعا. بيعملوا فيها العصير زي العبري والامور والاشياء دي. صح. بيجيبوها في الصينية ولسه مرتبطة يعني في الصور دائما بيتكلموا عنها ويشتغلوا فيها عن التراث السوداني الرمضاني. يمكن حل محلها الجك والحاجات دي بيجيبوا فيها العصاير. بالضبط. دي مكتوب عليها ذكرى 21 اكتوبر. اللي هي تاريخ. 20 اكتوبر دي الكتابة دي قديمة شديدة يعني. صح. فرسالتك الأخيرة للجيل الجديد في ارتباطهم بالتراث. نعم. اختم به. نعم. لأنه شاكر بيقول لي يا زمن. أوكي. والله أنا يعني أوجه رسالة لكل السودانيين في كل مكان. أن يحتفظوا بالتراث ويهتموا بالتراث. لأنه لو تجاهلنا الحياة دي يعني تاريخنا بيندثر. لذلك نتمنى ان كل الناس كل من يجد طريقه يجمع الحاجات دي لاجيال قادمه، مثلا يوريها لاطفاله لجيرانه لناس المنطقه، حتى من برا المنطقه بيجي يزوروا عشان يعرفوا الاشياء الموجوده. صح، ونحن معاك بنحمل ذات الرساله للجيل الجديد في اهميه الاهتمام بالموروث الثقافي. نعم. والحضارات السودانيه، واي واقع منبت عن الاصل بالتاكيد هو واقع هش. نعم. جدا. نحن نتمنى ان الجميع يحافظ على هذا الموروث. شكرا لك جزيلا والله علي عبد الرحمن محمد حسين الباحث المهتم بالتراث السوداني. شكرا لك، وابرك بنحيي كل اهل الهلال. الله يديك العافيه ونشكركم كثير الشكر. ونحن نشكر ناس الدوم برضو دعمونا في بعض الاشياء. والدوم ده هو اسم يعني تراثي، لان المنطقه دي كان يعني مزدحمه جدا غزيره جدا بشجر الدوم، عشان كده سموها الدوم. جات منها. صح. ولسه فيها بعض اشجار الدوم موجوده. طيب. ده اسم موجود يعني. صح. ايوه جميعا احييكم مشاهدينا، ويتواصل معكم هذا المدى الصباحي على شواطئ مختلفه.
تحية لكم مشاهدينا في كل مكان، ودائما من خلال صباح السبت نتناول موضوعات مختلفة في إطار الحماية المجتمعية والأسرة، المعافاة والمجتمع المعافى. والحديث الدائر في المجتمعات هذه الأيام هو حديث عن المخدرات وما تصنع هذه الآفة في وسط الشباب، وكيف هي دمرت هذه الطاقات، وكيف يمكن أن نعالج هذه الآفة ونمضي في طريق لجوانب مختلفة تتضافر الجهود لحماية الشباب وحماية الأسر السودانية والمجتمع السوداني من هذه المشكلة. للحديث حول الإرشاد النفسي ودوره في معالجة الإدمان ومكافحة الإدمان، سعداء اليوم أن تكون معنا دكتورة منى عبد العاطي، اختصاصي نفسي، للحديث حول هذا الموضوع. مرحبا بك وصباح الخير. وعليكم السلام والرحمة. مرحبا بكم، مرحبا بقناة الشروق، ومرحبا بكل مشاهدي شاشة قناة الشروق. برحب بكم واتمنى انه نوصل رساله يعني تكون مفيده وجميله لكل الاسر. مرحبا بك. وزي ما ذكرنا بدايه، يعني موضوع المخدرات اصبح موضوع منتشر جدا، وجوانب مختلفه لمكافحه المخدرات، لكن هي هذه الوصمه اللي بتخاف منها الجميع وبتخاف منها الاسر، فلا بد انه دائما البدايه تبدا بالجانب النفسي. ايوه. فخلينا نتكلم عن انه كيف يمكن للجانب النفسي أو الإرشاد النفسي أن يكون بداية واقي من المخدرات؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، نحن قصدنا بالإرشاد النفسي أول حاجة نحن نستهدف الأسر، لأنه طبعا التوعية إذا جات بدت لي من الأسرة، بعد ذاك بتمتد لي للمجتمع، وبعد ذاك بنمشي لمرحلة ثانية مثلا الجامعات والمدارس وكذا. فنحن بنبدأ بالأسرة الصغيرة. الإرشاد النفسي اللي احنا مفروض نقدمه للأسر هو إنه يعني أول حاجة لازم الأب والأم يكونوا أصدقاء لصيقين جدا بأبنائهم. بمعنى شنو؟ بمعنى إنه يعني احنا في الأسر السودانية يعني العلاقة، يعني ما دايرة أقول نحن علاقتنا بقت متفككة أو كده، لكن يعني شوية كده بعدنا نحن كآباء. أو الفهم الخاطئ للعلاقة الأبوية دي، إنه أيوه. هو الأب فقط بيبقى المرشد، فقط بيبقى الوجه. لا، مش كده بس، حاليا كمان الأب بس بقى هو يعني مصنع القروش في البيت. يعني معظم الآباء بس بقى يعني همهم كله إنه كيف هو يوفر يعني اللقمة الحلال لأولاده، يعني تمام. فبتبقى المسؤولية كبيرة جدا على الأم، تمام. يعني الأم من واجبها إنها تكون لصيقة جدا بأبنائها، تكون يعني واعية بكمية الحاجات اللي ممكن تلاقيهم في 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 خارج، يعني خارج إطار البيت، وكمية الحاجات اللي ممكن تسبب بينهم مشكلات في مستقبلهم. فيعني التربية يعني والتوجيه يكون تكون الأم لصيقة بالأبناء، وتكون يعني قريبة منهم، بحيث إنه يعني مراقبة، يعني ما داير أقول تكون مراقبة لصيقة، يعني أنت لو الأم دي بس لحظة كده ثانية سرحت، ممكن تكون نتيجة الحاجة دي عواقب يعني وخيمة جدا. صح، وده يعني بيقودنا مباشرة، نحن قبل ما نتكلم عن المكافحة والمحاربة وغيرها، عايزين نتكلم في الجانب القبلي في الوقاية. يعني كلامك عن انه دور الآباء، نحن ما بنقول الأمهات فقط، الآباء والأمهات في انه هو دور متكامل طبعا، يأثروا في الأبناء نفسيا او يشكلوا حماية نفسية، لانه الشاب ما يكون يتأثر بالمجتمع او يتأثر بما حوله. فدي ممكن هسه الآن كل الأسر اللي بيحضرونا أو الأمهات الآن اللي بيحضرونا، بيكون السؤال أنا ممكن أعمل شنو؟ خاصة إنه الأبناء حاليا ما بيقوا يعني موضوع الخطاب المباشر وغيره فيه مشكلة، فكيف يعني أثر عليهم نفسيا من غير ما يكون هو توجيه وخطاب مباشر؟ طيب، الجيل الحالي خلاص، يعني جيل الألفينات هو جيل مختلف تماما عن الأجيال السابقة، يعني حتى طريقة تربيته وطريقة تفكيره. فالأم أنا قصدي بواعية شنو؟ واعية بحيث إنها تقدر تخاطب وجدان الأطفال ديل أو الشباب بتاعنا في البيت. كيف؟ بطريقة يعني بصداقتهم أول حاجة. يعني الأم لازم تكون صديقة لأبناء جدا قريبة منهم، يعني ما يكون مثلا علاقتها بهم يا ولد أعمل الحاجة الفلانية، أوامر يا بنت أنت ما عملتي كده ليه. فلازم أنت تكون شنو، تخلق علاقة، يعني يكون في جو أسري ودي شديد وعلاقة حميمة. أيوة، تديله مساحات. أيوة، لازم يحكوا ليك، لأنه يعني طيب يحكوا ليك كيف ذات
انت عارفه اذا انه يعني العلاقه ما كانت ودوده بين الام وابنائها وقريبه جدا، ممكن يعني وبعرف انا بكون ودوده كيف وبعرف اولادي ديل بفكروا كيف، ما لم انهم هم ذاتهم يعني يكونوا عندهم مساحه انهم يقدروا بحريه يجوا يحكوا لي، ما يكونوا خايفين، ما يكونوا خايفين من العقاب، ما يكونوا خايفين. عشان ما يصل للمرحله دي يعني مهم انه انت ما تعاقبيهم على اشياء مختلفه، مهم انه نحن دائما ذاتنا يعني معظم الاسر معظم تربيتنا قايمه على العقاب البدني على الالفاظ على كذا، فدي كلها حاجات بتأثر فيهم في سلوكياتهم في شخصياتهم. انت متى ما كنت قريبه له ومتى ما كنت واعيه بمتطلبات المرحله وبانه هو جيل مختلف، خلاص جيل مختلف بمعنى شنو؟ بمعنى انه وعيه ذاته مختلف عن وعينا نحن زمان، جيل واعي شديد جدا بالمناسبه الجيل ده، وجيل عنده يعني الثوره بتاعت الاتصالات والتكنولوجيا دي خلته منفتح شديد. فأنا اكون يعني ام واعيه باني انا اكون ذاتي عندي علاقه يعني بالسوشيال ميديا دي، اكون عارفه انه مثلا التقنيات دي بيستخدموها كيف، اوريهم بطريقه يعني ما مباشره انه التقنيات دي انا ممكن استفيد منها في حاجات مفيده. خلاص طيب، هي دائما في نهجين يعني ناس بتتكلموا عنهم، في ناس بيعتبروا انه هو مجرد معرفتهم بالاشياء اذا كان هي المخدرات وانواع المختلفه الموجوده في المحتوى الرقمي ده اللي هم بيبحثوا عنه، او عدم المعرفه، يعني كثير من الناس بيفضلوا عدم المعرفه على المعرفه، في ناس بيمنعوا اولادهم من انهم يعرفوا اصلا، وفي ناس بالعكس بيحب المنهج الثاني انهم بيحبذوا انهم يعرفوا عشان يكون في حمايه. فاي منهجين افضل؟ احسن المعرفه طبعا. المعرفه دائما يعني انا بقول لك هو جيل واعي ليه، يعني انا بتير في سنه رابعه، في سنه رابعه ممكن بتعرف بتسالني اسئله انا ذاتي انا لما كنت مثلا في سادس او في متوسط ما كنت بقدر اجاوب عليها، يعني ولا كنت ولا كان مخي ذاته بيتخيل الاسئله دي. فانا ما لم اكون واعيه واعرفهم، يعني انا اذا ما كنت قريبه منهم وعرفتهم بالحاجات دي وعيتهم، يعني تكلمت مع اولادي ذاته انه المخدرات هي شنو، طريقه ادمانها بتكون كيف، طريقه تعاطيها شنو، المتعاطي هم نو، المدمن هم نو، يعني انا لازم اخلق لهم بيئه فيها معرفه كامله وتامه، صح، بحيث انه انا اجنبه يعني حته انه هو يمشي يسال في حته ثانيه، لانه انا ما ضامن الحته الثانيه دي حتكون شنو، انه حيعرف يعني. أيوة. انت ما تفتكر انه هو ما حيعرف؟ ايوه اذا انا يعني اذا انا كبت، ايوه اذا انا يعني كبت وقلت منهج انه لا انا والله بيتي ده بس اغلق روحي، يعني اغلق نفسي واولادي عليا وعيش في كهف كده، ما اخليهم حتى يطلعوا يعرفوا كده، لازم هيعرفوا باي وسيله هيعرفوا، صح. فمن الافضل انه يعرفوا عن طريقي انا، ما يعرفوا عن طريق ثاني، صح. جانب ثاني للحمايه اللي هو عن طريق التربيه، انه الانسان اصلا تنمى عنده الرقابه الذاتيه دي في انه هو انسان ما يكون هو طبيعيا كده ما حيمشي في اتجاهات سالبه. أيوة. فبرضه دي مهم نتكلم عنها شديد، يعني برضو قلت لك بوعي الام وبطريقه أو الام والاب، انت قلت لي الام، لكن انا شايفه انه الام هي المركز او المحور طبعاً الاساسي طبعاً. ليه؟ لانها هي بتكون معظم الوقت هي متواجده مع اطفالها، حتى لو كانت ام عامله هي برضو بتكون اكثر تواجدا والتصاقا بابنائها وباطفالها، فهي يعني تواجدها ده بيخلق لها انه يعني عاملينها هي تكون يعني اكثر علما بحاجاتهم بدوافعهم بكده، فتربيتها لهم قيميا واخلاقيا من سن مبكره هي اللي بتكون الدافع والحامي لهم، يعني حتى هم يعني بعد ذاك يعني اخلاقيا وقيميا حيكونوا شايفين انه دي حاجات مضره، يعني من غير ما هي تكلمون اذا لما يصلوا لحد معين بتاع وعي هيفهموا يعني وهيعرفوا بالضبط براهم من غير ما انها هي تحتاج انها، فهي شنو هي خبرات متراكمه. انا مما ابدا مع طفلي ده من هو صغير عمر 3 سنوات 4 سنوات، واصلا الانسان بيتشكل في عمر 5 سنوات، فاذا انا الخمس سنوات دي قدرت انه انا يعني اشكله بطريقه كويسه زي البناء يعني او زي المهندس، ما نقول بناء. طيب هي دي الطريقه الاسلم بالتاكيد، يعني انه هو البناء النفسي والبناء الذاتي. أيوه. بانه يكون في رقابه ذاتيه، في يعني جوانب للحمايه الذاتيه. أيوه. وعدم الفراغ الروحي وغيره. أيوه. الممكن تسبب. أيوه. برضو المشكلات برضه مهم جدا الجانب الروحي ده، لازم برضو دي واحده من الحاجات، يعني بناء نفسي متكامل، صح، فيه الجانب الروحي، فيه الجانب التثقيفي، فيه كل الجوانب الدينية الروحية دي بمختلف حاجاتها يعني. طيب نحن خلينا نتكلم واقعيا، يعني الآن المشكلة تفاقمت والجميع بيتحدث عنها وكذا،
من دوركم انتم كمرشدين نفسيين وكأطباء يعني موجودين اطباء في الحقل النفسي للجوانب دي، فالان هذه المشكله الموجوده في الواقع في الزاويه النفسيه وين المشكله؟ يعني نفسيا المشكله شنو؟ طيب ممكن نحن نرجع المشكله اول حاجه يمكن لنوع من نقول الفراغ، اوقات الفراغ، او ممكن نقول الاحباط، بمعنى ده شامل واكبر، يعني الاحباط ده ممكن يدخل لي معاه الفراغ برضه. يعني الشاب او الشابه او في العمر بتاع المراهقه او العمر، طبعا دائما هي دائما هم الاستهداف بيكون لشنو؟ بيكون للاعمار الصغيره، اعمار المراهقه وانت ماشيه، او الاطفال وانت ماشيه. ليه؟ بمعنى انه نحن في مرحله المراهقه بيكون الطفل ده او عاوز يعرف، عاوز يجرب، عاوز يعني يبني نفسه، استعداد لاستقبال أي حاجه، عاوز يعني يخلق ذاته. فدي كلها بتخلي شنو؟ فالاحباط ضيع، يعني اذا مثلا احبط في قرايته خلاص، ما خش الجامعه اللي هو عاوزها، حس انه مثلا البيت هو ما مهتمين به. يعني الاحباط انا قصدي بمعناه الكبير، مشاكل اقتصاديه، مشاكل يعني اقتصاديه، مشاكل اسريه، طلاق الام والابو، يعني حاجات كثيره. الاحباط بصوره عامه هو بيقود طبعا يعني بصوره مباشره للادمان. طيب اذا كان الاحباط هو المشكله الكبيره والمدخل الاوسع لموضوع الادمان ده، في الجانب النفسي نحن كيف بنقدر نشكل حمايه للشباب من الاحباط؟ طيب اول حاجه في سته، يعني في اول حاجه انا بشتغل على ثلاثه محاور، بشتغل على تعديل السلوك، بشتغل على تعديل البيئه المحيطه بالطلبه ديل، بشتغل شغل اجتماعي. شغل اجتماعي بمعنى شنو؟ بمعنى انه انا احاول املا اوقات الفراغ خلاص. تبدا من وين؟ يعني هي ثلاثه جوانب دي انا ببدا من الاسره زي ما قلت لك في البدايه، الجانب الاجتماعي ببدا من الاسره. الجانب الثاني تعديل السلوك، بانه مثلا اذا انا لقيت مدمن، طبعا هو في فرق بين التعاطي وبين الادمان، ممكن دي تكون حاجه بعدين نتطرق لها. يعني ببدا بالمدمن ده، ببدا في تعديل سلوكه. ما هو الادمان ده بقى زول معتمد نفسيا وجسديا على ماده معينه، تمام؟ فانا اذا ابدا، يعني هي طبعا مراحل، يعني علاجه ذاته مراحل، فانا ببدا بجزء منها حيكون جزء منها انه تعديل السلوك. كيف تعديل السلوك؟ تعديل السلوك انه هو بيكون معتمد على الحاجه دي، حتى كل الافكار، كل السلوك، كل حاجاته مرتبطه بالبتاع ده. فانا ببدا بسحب المخدر ده تدريجيا، لانه انا اذا سحبته له بصوره يعني بسرعه وطريقه حاده، دي من المعالجه السريريه. لكن الجانب النفسي يعني بخلق له، اول حاجه بخلق له اهتمامات، وبعد له افكاره، اول حاجه افكاره يعني احباطه ده، بحاول انه انا يعني انمي له في حاجاته كلها. مثلا اعدل له سلوكه بتاع يعني افكار، دائما الجانب بتاع الافكار هي اللي بتكون بتؤدي للاحباط وبيؤدي بعد ذاك للادمان. فانا افكاره بحاول انه اعدل افكاره، بخليه يخلق لنفسه مثلا افكار جديده، ما ايوه شغل اكثر ورياضه وغيره. أيوة يعني يخلق يكون عنده اهتمامات ثانيه، اهتمامات جديده، اخلق له اهتمامات أسرية، اهتمامات رياضية، اهتمامات تربوية، يعني في كل الجوانب بحاول شنو؟ إنه أبني له أشياء جديدة بحيث إنه تزيل، يعني أزيل له الفكرة بتاعت الإدمان، وأبني مكانها أفكار إيجابية جديدة. يعني هي ما ديك أفكار انسحابية وسلبية. طيب شكر بيقول لي دقيقتين، لكن مهم نتكلم في حاجة، الوصمة الاجتماعية الموجودة لموضوع المخدرات يمكن هي دي المشكلة الأكبر اللي بتخلي كل الناس الموجودين ما بيتعالجوا. فنحن كيف نفسيا نقدر يعني في جانب الإرشاد النفسي إزالة هذا الحاجز، الوصمة المجتمعية في إنه المدمنين يصلوا لمراكز يعني معالجة طبعاً الإدمان؟ طبعا نحن أصلا يعني الوصمة دي هي ما مرتبطة بس بالإدمان، الوصمة دي مرتبطة بكل المشاكل النفسية عندنا في السودان صراحة. يعني يمكن شوية بقى في وعي يعني حاصل بإنه أهمية الطبيب النفسي ودوره، أهمية الاختصاص النفسي وكيف وليه أنا أصله. أنا ما بالضرورة بالمناسبة يعني أمشي للطبيب النفسي لأنه أنا عندي مرض نفسي، يعني ما بالضرورة. أنا بمشي للطبيب النفسي بمجرد إنه أنا حسيت بقلق، يعني حسيت بقلق، القلق ده فات حده، أو حسيت إنه القلق ده بقى ما طبيعي، ما قادر أنوم،
ما قادر اكل كويس، ما قادر يعني اخلق علاقات اجتماعيه كويسه، انا مفروض طوالي من هنا يعني براي بيني وبين نفسي احس ان انا والله يعني محتاج امشي للطبيب النفسي او امشي للاختصاص النفسي او اقرب صديق مثلا. لكن طبعا انت لما تمشي لزول متخصص في الحاجه احسن من انك يعني تمشي لزول ممكن يقودك لحتات ثانيه يعني. والكلام ده بنقوله للاسر انه مهم انه تعالج ابنك، لانه هو لو ما عالجته وخفت من الوصمه حتكون في مشكلات اكبر، واصلا المجتمع حيعرف يعني لو هم الان بعدا، لانه حتكون في مشكلات مختلفه كثيرة. شكرا لك جزيلا منى عبد العاطي اختصاصي النفسي، وحديث اليوم عن مكافحه الادمان والارشاد النفسي في مكافحه الادمان. ونحن بنتمنى من الجميع اذا كان على اطار حتى المدمنين اللي بيشاهدونا او الاسر، مهم انه تعالج نفسك اليوم قبل غدا، لانه هذه يعني مشكله نهايتها قد تكون الموت، وجوانب مختلفه لوجود المشكلات التي تكون على الاسره وعلى المجتمع. وبالتاكيد يعني هي مشكله متفاقمه يوميا، ده ما بنقوله للجميع. فبنرجو من الاسر ونرجو من جميع القادرين على الوصول لمراكز لمعالجة الإدمان فعل هذه في اللحظة. ما بتأدي لواجبك صح لو اتخدرت وعقلك راح، ما بتأدي لواجبك صح لو اتخدرت وعقلك راح. احفظ عقلك صاحي واعي لتهويمك ايه الداعي، احفظ عقلك صاحي واعي لتهويمك ايه الداعي، صل لعقلك دايما راعي للخير ابذل كل مساعي، للخير ابذل كل مساعي، للخير ابذل كل مساعي. خمره سياره وخرشه وبدره كلها سيئه مضره وخطره، خمره سياره وخرشه وبدره كلها سيئه مضره وخطره، خمره سياره وخرشه وبدره كلها سيئه مضره وخطره. اوه يا يا زول كلها سيئه مضره وخطره. التدخين يأذيك على فكرة، يهدك يدمر فيك القدرة، يهدك يدمر فيك القدرة، يهدك يدمر فيك القدرة. وطنك عايزك واعي وعاقل صاحي ومدرك ناشط وفاعل، وطنك عايزك واعي وعاقل صاحي ومدرك ناشط وفاعل، وطنك عايزك واعي وعاقل صاحي ومدرك ناشط وفاعل. Wait boy just stop this game, reputation will be that so shame. يا تفكيرك تضوي مشاعل اوعى تكون سلبي ومتخاذل، اوعى تكون سلبي ومتخاذل، لا مالي تخاذل، اوعى تكون سلبي ومتخاذل، 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 لا 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 اوعى تكون سلبي ومتخاذل، اوعى تكون سلبي ومتخاذل، اوعى تكون سلبي ومتخاذل، اوعى تكون سلبي ومتخاذل، لا للمخدرات نعم للحياه. الصباح لكم أصدقاء الصباح في كل مكان، وتحية خاصة لكل اللي انضموا لمتابعة الساعة الثانية من صباح الشروق، مجموعة من النوافذ المفتوحة دائما على كل مساحاتنا السودانية، ونحيي
من خلال الصباح دائما أصحاب السعي الصباحي، وتحية خاصة لربات البيوت صاحبات السعي الصباحي الأعظم، ونحيي كل حاملي رسالة السعي والكسب الحلال وكل المرتقين بقيم العمل والأمل في كل صباح جديد في أرزاق. شغال مكاني هنا في الخرطوم لي أكثر من 10 سنة في الخرطوم، هنا شغال في مجال المكنيكا مع شركة المهاجر، والشغلة دي أنا جاية يعني برغبة مني، أنا أصلا كنت راغبة الشغلة في الأسرة كلها ما في زول غير أنا، والحمد لله شغال تمام. درست معهد هنا في شارع غاوي المعهد الألماني 3 سنوات، تخرجت منه وتعينت رسمي في شركة المهاجر، الحمد لله هسه شغالين تمام، شغال مع ناس المهاجر 12 سنة والله. أكثر حاجة الناس بتجيني عشان الشغل النظيف تكفيل المكنات، يعني المكنات دي أنا بشتغل المكنات، يعني الناس بتقول بيقول لك المكنة دي ما بتشتغل إلا تغيرها، لكن أنا بقوم فيها بفكها بعملها بجيب إزبيرات أصلية، والحمد لله الناس كلها بتجيني عشان المكنات، عربات يعني كل العربات الجاز والبنزين كروزرات كلهم قاعد يشتغل المكنات. يعني في مجال المكنات دي الحمد لله انا عارف اقفل لك المكنه 5 6 سنة بتكون شنو في عمل، بس انت تحاول شنو تغير الزيوت والمصافي تحافظ على البرنامج اللي بتجيب لنا العربيه. وعندنا الحاجه الثانيه العربات الصغيره دي هسه في الخريف عندها مشاكل بتاعت مويه، هسه لو احنا فيها دي عربيه خشت جوا مويه وشربت مويه ضربت لنا المكنه. والله الصباح بنجي الساعة 8 صباحا بنكون هنا في الورشة، نطلع 5 6 على حسب الشغل. قال اديكم نصائح، هسه عندنا اخونا هنا هسه قالت عربيتها بتترتر، انا خشيت بها في المويه، انت لما تخش المويه ما تستعمل الافانس، ترفع رجلك من الافانس العربيه بتتدردك برا بتمشي، لان لما تدوس الافانس العربيه بتشفط المويه بالسايفون بتودي لك في الراس والمنافول دي، العربيه بتجور تاني وبتمشي معك الا تفك المكنه وتفك الحاجه، لكن لو خليتها والتقسيمه بتطلع برا الشارع، بس انت تكون حافظ الشارع يكون نظيف يعني يكون ما فيه حفره، العربيه بتدردك برا بتمشي. مكان ودائما صباح الشروق مساحات مختلفة، نفتح نوافذ الصباح على كل ولاياتنا السودانية ونحتفي بموروثها الثقافي. ومع بداية هذا الصباح اليوم فتحنا نافذة صباحية على الولاية الشمالية وتحدثنا عن جوانب مختلفة للتراث والأشياء التراثية في الولاية الشمالية، وهذه النافذة على الموروث الغنائي والموروث الشعبي الغنائي في كردفان. سعداء أن يكون معنا الفنان سليمان الرحيمة من أبناء كردفان للحديث حول هذا الموضوع ونتناول أيضا أغنيات مختلفة. صباح الخير. مرحبا. صباح النور. مرحبا بك. أنا سعيد أنه أكون ضيف على قناة الشروق، إن شاء الله صباحات تكون باهية. مرحبا بك. وبداية كده نتحدث عن تراث كردفان، والغنى كردفان هو مرتبط بالحكاية الشعبية، مرتبط بالحكاية المجتمعية وجوانب مختلفة، حتى في النفير في الزراعة في غيرها الغنى موجود. خلينا نتكلم عن الجانب ده. والله يا كردفان هي طبعا يعني غنية بالتراث، بعدين القبائل فيها شتى، فنحن اترعرعنا وبقينا يعني او نهلنا من الصبابونه
حاجات جميلة جدا زي ما قلت في النفير وفي التراث وفي الأعراس، قاعات مختلفة، الحمر والمسيرية والبني بدر والبديرية والنوبة، هي قبائل مختلفة، قبائل مختلفة. نعم. لكن خلينا نتكلم عن الإيقاعات الموجودة في المنطقة. والله إيقاعات كثيرة ما بتتحصر، لكن أبرز شنو؟ النوبة عندهم الكرم، دي معروفة. بعد ذاك عندهم حاجات كل قبيلة جواها عندها، في من قبائل النوبة عندها إيقاعات، يعني عندهم الكاركو، عندهم الإيقاع بتاع التوش، وعندهم إيقاع بتاع الدكتي، وعندهم يعني إيقاعات مختلفة لكل مناسبة براها. والإيقاعات بتاعة المسيرية برضو إيقاعات مختلفة، الحمر عندهم الجراري والطوي والحسيس وكده، فحاجات ما بتتحصل يعني. كردفان غنية بالتراث. ويمكن هو حتى الإيقاعات إذا تكلمنا مثلا عن الجراري هو مرتبط بالإبل أكثر، أو إيقاع الحيوانات ومسيرة المنطقة وبيئة المنطقة. الكرن لأنه هو مثلا مرتبط بالبقارة وغيرها، لأنه مثلا النقارة أكثر، فالإيقاع بيكون حتى هي من طبيعة المنطقة. نعم نعم. طيب هنسمع شنو بداية كده، أو خلينا نسمع مباشرة؟ جدا تفضل، العود معك، تفضل. Yeah.
المجاري للصنور المجاري للصنور الريل حلاتة الريل حلاتة الريل حلاتة في الركوب يا الصنور الحي بلاقي في البلاقي الحي بلاقي مين أتذكر مين أتذكر مين أتذكر الحمادي يا عدادي أي أتذكر الصنور يا لقى شكرا شكرا يديك العافية. التحية لك والتحية لكل أهلنا في كردفان وهذا الموروث الغنائي. وانت ذكرت من خلال الأغنية مناطق مختلفة وموروثات مختلفة، وكنا بنتكلم قبل الأغنية عن ارتباطك بشكل خاص بالتراث. شنو الأشياء الجاذبة اللي خلتك انت أصلا مرتبط بتراث كردفان؟ أول حاجة أنا عشت في بيئة، أنا اتولدت في جبال النوبة وماخذ من أهالي المسيرية وماخذ من أهالي البني بدر والبديرية وقاعة النوبة ذاتها، فالبيئة والطبيعة الجميلة نحن الغنى ده شلناه، يعني أنا شلته من صغير خاتيه وفي بالي وأنا بقرأ. والله يا أخي أنا لو بقيت كبير والله لا أبقى فنان. وكان عندنا أستاذ يعني خلاني أنا أحب العود، شفت بحب أعزف العود وقلت والله يا أخي أنا بعدين لا أبقى فنان وعازف العود ده. فالحاجات دي صبت عليها وعلى الإيقاعات عملت على إيقاعات الجراري، عملت على إيقاعات الطنبور الكردفاني. الطنبور الكردفاني بأخذ من التمتم الوسط والتمتم الخليجي إيقاع مشكل، فبعد ذاك عندنا المردوم. فالزول لما يعيش الحاجة ما زي الزول اللي يسمعها أو يسمع في الوسائط أو يسمع في الإذاعة زمان أو في التلفزيون كده ويقوم يعمل عليها، لكن نحن الإيقاعات موجودة جوانا، هي يعني موجودة أصلا في الواقع وموجودة في البيئة. وفي قريب العاجل إن شاء الله أهلنا الكاركوزاتهم عشان يكون في رد جميل للبلد اللي نحن تربينا فيها، ونتمنى أن يكون في تعايش سلمي، الناس يعيشوا وتكون في التواصل. واضح محبتك للمنطقة ومحبتك بنعمل لهم هنا إن شاء الله للمجتمع ده والبيئة والثقافة الكردفانية. ذكرت إنه هو يعني أهمية العمل في التعايش السلمي في المنطقة. فدايرين نتكلم كامتداد للتراث، الدور اللي قامت به الأغنيات المختلفة في التعايش السلمي. والله أنت لما تغني الفنان يعني عنده رسالة لابد أن يقدمها للمجتمع، فإنت ما تغني إلا الغنى بتاع الوسط أو تغني الغنى بتاع الأفراح، فإنت رسالتك أنك لازم تترجم الشيء داخلك ده تعالج به بعض قضايا المجتمع. فمن ضمنها إنت كابن منطقة لابد أنك إنت تفهم الناس تقرب لهم، لأنه شنو الفن ده من القلب للقلب. فلما أنت تقدم حاجة رسالة عبر الغنى بتصليك أسرع من مؤتمر وحاجات زي كده يعني. صح. هنسمع مع العود أغنية ونرجع نواصل حديثنا. تفضل. Thank you.
خضرتي الليونة، خضرتي الليونة من تفاصيل عيونة، رب الكون يسونا من العين المجنونة، رب الكون يسونا العين الساحرة المجنونة. خضرتي الرويانة، خضرتي الرويانة العيون الكحلة النحسانة، وين وين أديسك من الناس الطرقانة، وين أديسك من الناس الطرقانة. أي أي خضرتي الرقاقة، خضرتي الدقاقة نار الود الحراقة، ينال كوني بردا للناس المشتاقة، ينال كوني بردا للناس المشتاقة. شتلة العين النديانة، شتلة العين النديانة، نخلة سواقي سهرانة، نخلة سواقي سهرانة، في ضميرة ختانة وراحت ليل عشمانة، خلت حلوبة الأشمانة وراحت ليل عشمانة، خلت حلوبة الأشمانة. عوازل تايهة بأمانة، عوازل تايهة بأمانة، في طريقة شقيانة، وفي طريقة شقيانة، في طريقة شقيانة، وفي رموش برمجانة، في رموش برمجانة. ويا حليل زمننا عصر التغانى، ويا حليل زمننا عصر التغانى، ويا حليل في المآغي حوزانا، يا حليل زمننا أفضلنا، يا حليل زمننا المآغي حوزانا، يا حليل زمننا. دي تراث ولا دي أغنية خاصة ولا شو؟ والله الأغنية دي خاصة، كلمات واضح، هاي كلمات الأخ بشر رفاي، وهي المفردات كردفانية. منو كلمات منو؟ بشر محمد الحسن رفاعي. طيب انت كيف بتختار الكلمات؟ والله انا اغلب غناي قاعد اكتب وانا براي. مرات اللحن بيجيني قبل الكلام. مع المطلع بقوم بعمل الكلمات. لكن اتعاونت مع مجموعه من الناس، فدي واحده منهم، حاجه بشر رفاعي. طيب اللي بيجذبك شنو قصدي في الكلمات عشان انت مختار تغنيها؟ اللي بيجذبني المفردات القيد مطروقة. يعني هسا في الغنية دي في حاجة كده بتقول لك طرقانة، يعني طرقان زي الزول الشفقان. الطرقان دي جاية من طرقة الكسرة. انت بتكون قاعد جنب حبوبتك بتعوس، وانت بتجي بتمد يدك
يقول لك الزول ده طرقان يعني شفقان ما بيصبر. طيب يعني هي قصدك انه الكلمات تكون برضو مرتبطة بالتراث وكذا يعني. نعم. الامتداد للغنى الكردفاني بالتأكيد في الموروث الشعبي عنده جوانب مختلفة، يعني غنى الحكامات من زمان امتدادا لأجيال ممكن تكون سابقة وغيرها، قدر شنو مهم انه الفنان في الحاضر يرتبط بالموروث ده عشان هما يكون مشبع بالموروث ده ويكون قادر على انه يختار ويغني اغنيات فيها التراث الكردفاني. والله انا اقول لك في ناس كثير اتناولوا، الناس السابقون اتناولوا، عبد القادر سالم وصديق عباس والغيرهم، الناس قدموا التراث بطريقه جميله جدا وطوروه. وبالضروره انه الزول عشان يكون في تواصل اجيال، انت لما تقدم الحاجه لازم تقدمها في قالب جميل وقالب مقبول وما تطلع من الاطار بتاع او ما تشوه التراث عشان يكون مقبول للجيل السابقك والناس ناس جيلك او العصر الحالي او الزمن. صح، وخاصة الارتباط بالتراث والفنان اللي بيغني للتراث عليه مسؤولية كبيرة في حفظ هذا الموروث من المفردات والإيقاعات وغيرها. نحن عبرك بنحيي كل أهلنا في كردفان وبنحتفي بهذا الموروث بالتأكيد في جوانب مختلفة من خلال صباح الشروق. هنختم معك هذه المساحة، شكرا لحضورك جزيلا سليمان الكردفاني، كان حضور اليوم من خلال هذا اليوم سليمان الرحيمة وحضور في بصمات تراثية وعمل على يعني في الواقع خلق هذا التكاتف والتعايش ومكافحة الأشياء السالبة الموجودة في المجتمع عموما وفي السودان وفي المجتمع الكردفاني. شكرا لك جزيلا. حنختم بأغنية، تفضل. الساحر المجنونه قدرتي الرويانه، قدرتي الرويانه، العيون الكحل النعسانه، وين وين اجسك طرقانة، وين أديسك من الناس طرقانة. أي أي كرنا